الأعزاء والفقرة النسائية لكل الستات بحبوا يحضروها كل يوم الصبح. رح يكون معنا الميك اب ارتست جيهان القريني. صباح الخير جيهان. صباح النور. كيف حالك؟ قاعدين بنتغزل لبعض احنا من اول ما بلشنا. كيف الامور؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. جيهان اليوم احنا رح نحكي عن المكياج الصباحي للسيدات ورح نحكي ايش الالوان اللي ممكن نبعد عنها والالوان اللي ممكن نستخدمها بالمكياج الصباحي. معاكي طبعا الصبية اللي رح تحطي على ايد رح تستخدمي لها الميك اب اليوم ونشوف كيف بفرق المكياج النهاري عن الليلي او اذا كان في عندنا مناسبات. خلينا نبلش مع بعض. اول شيء صباح الخير. انا بدي اعمل ميك اب صباحي عشان الستات اللي عندهم صباحيه اللي عندهم دوام اللي محتارين شو بدهم يحطوا، فبدي اعمل ميك اب خفيف. نعم. فاول شيء بدي استعمل الفاونديشن بس خفيف. طب جيهان في فرق بالفاونديشن؟ يعني على ايش بيعتمد اختيارنا للفاونديشن؟ بيعتمد على نوعية البشرة. نعم. طيب البشرة لازم تكون إذا دهنية جافة لازم نختار يعني بما يناسب نوعيات البشرة. أيوة. هل في نقدر إحنا مثلا نخصص هذا الفاونديشن صباحي أو مسائي أو للمناسبات ولا كله زي بعض؟ لا لا، هو المكياج الصباحي لازم يكون إنه خفيف شوي عكس المكياج الليلي اللي المكياج بيكون أتقل. تقيل شوي. يعني أنا هلأ عم بعمل الفاونديشن. ايش الخطوات اللي قبل ما نبلش الفاونديشن للبشره؟ كيف بنجهزها؟ انا حاطه الاويل على وجهها. نعم. حاطه كونسيلر. طيب بس هلا بدي اطبطب على وجهها بالفاونديشن. طيب احنا الستات ما بنستغني عن المكياج جيهان صراحه، وكثير مهم انه نعرف هالخطوات. يعني عاده لما نصحى الصبح بنحب انه نحط لنا كم من لون هيك. اكيد نكون مشرقين حتى من الصباح. اكيد انا بحب المكياج الصباح يكون اغلبيته يعني على المكياج الترابي. ترابي عشان دائما الترابي شو ما تقلتي فيه بيطلع على شكل طبيعي ناتشرال يعني. هلا احنا رح نبلش بالعين. انا بلشت بالعين برضه مكياج ترابي. نعم. وطبعا انا كنت مؤسس المكياج، كنت مؤسس البشره وهيك، على هذا الاساس ان انا بلشت. حلو الالوان هاي، الوان ترابيه. ايش الالوان اللي ممكن شوي نبعد عنها جيهان بالمكياج الصباحي؟ ممكن الالوان الفواقع شوي اللي بتكون كثير نيون. قصدك نيون. أنا بس بدي أغمق شوي من هون من زاوية العين. من زاوية العين. نعم. هذا طبعا المكياج للستات اللي بيحبوا يحطوا الميك اب فوق العين الصبح عاده. في ستات لا بيحبوا يحطوا بس مسكارا ويحطوا بلاشر وروج وخلص. بالضبط، هو دائما على الاغلب المكياج الصباحي للعاملات الموظفات اللي رايحين على دوام دواماتهم هم اللي بحطوا المكياج المسكارا اللي هو الخفيف. بس من هون الوان الفواتح تفتحي من زاوية العين الداخلية. أيوة. عشان يعطي المكياج الخفيف شوي. ايش هلا الخطوة اللي رح نعملها؟ انا هلا ارسم الحواجب. الحواجب ومشطهم شوي عشان يطلع المنظر الطبيعي للحواجب. وأحلى طبعا يكون حتى سواء صباحي او مسائي حلو يكون طبيعي. بدي ارسم تحت العين شوي. هو ضروري ومش ضروري، في احيانا في ناس بتحب حسب الناس ايش بتحب. صح. بعمل دمج الوان بين الترابي والبني. بتفضلي تركب رموش على الاشي الصباحي جيهان ولا لا؟
والله حسب رموش العين. اذا كان رموش العين خفاف كثير بفضل، ويكونوا طبيعيين على شكل طبيعي وشعر طبيعي كمان ببين، بيعطي جماليه طبيعيه اكثر. مزبوط اكيد طبعا. بحب المكياج الصباحي اعمل الرمش من تحت بالكحل البيضة مش السوداء. ليه؟ شو السبب؟ عشان الكحل السوداء بتصغر العين شوي وبتعطي خاصه انه الصبيه اللي معي بشرتها شوي فاتحه، دائما البشره الفاتحه بنبقى لها المكياج الاخف. طبعا الكحل البيضة اصلا بتوسع العين كمان. وهلا بدي ابلش احط المسكار. طيب اذا كان الواحد الصبيه رموشها تمام وطوال وكثيفين، بنتقل للصباحي المسكاره ولا عادي؟ والله شوفي هي بترجع للشخص نفسه. هلا في ناس بحب انه يكثف المسكاره كثير عشان انه تظهر عنده العين اكبر، تمام. وفي ناس لا بحب تكون على شكل طبيعي، يعني حسب الرغبه هي. كل ما كان اخف الصبح كل ما كان ارقى الميك اب، مش تطلع انه كثير قد. اكيد اكيد. انا عم بشوف اوضح على الشاشه. والله يا جيهان حلو كثير الميك اب الصراحه، والصبية كمان حلوة عشان ما ننكر، يعني مش بس الميك اب وانك انت شاطرة. رح اعيد بالبني تحت العين شوي عشان لما ينزل الاسود من المسكارة فبندمج اكثر. يلا خلينا نخلص العين ونخلص باقي الاشياء عشان اوريدي اصلا بلش مع الوقت يداهمنا. اوكي. رح تشوف اذا في اشياء زايدة من هون تحت العين. بحب اعيد شوي بالفونديشن الخفيف، يعني اطبطب شوي اذا في اشياء من هون. نعم. او طبعا انا قلت لك اوريدي حاطه كونسيلر وهيك. في ناس بحب يحط هايلايتر، بس انا ما بفضل، بس انا صباحي رح احط شوي بس هيك. شو اخر خطوه معانا جيهان بعد الهايلايتر؟ رح اعمل البلاشر. كل على كل الوجه عشان يعطي انه طبيعي. احنا رح نحط اخر شيء الجلوس عشان ننهي الفقره وياخذوا اللوك الاخير للمكياج الصباحي. اوكي. هذا اللوك النهائي يا جيهان للمكياج الصباحي، زي ما شايفين اكيد مشاهدين الاعزاء والستات اللي شافونا، بسيط الوانه واضحه، ما فيه كثير جراءه، بس بنفس الوقت كل المعالم مبينه، طبيعي كله طبيعي وكله ظاهر، يعني حلو الواحد كمان في احيانا ميك اب بدون ميك اب، بس هو لا الالوان كلها واضحه وعن جد مناسبه صباحينا. نشكرك جيهان على تواجدك معنا لليوم، ونشكر صبيه كمان اللي طالعه معنا اليوم وزي القمر بمكياج وبدون مكياج. طبعا زي ما شفتوا مشاهدين الأعزاء شفنا المكياج الصباحي وما يتناسب مع السيدات العاملات أو حتى اللي طالعين مشاوير صباحية. رح نطلع مع بعض تقرير للزميلة فرح الجبور وتقرير البلوط، خليكم معنا.